التواصل يستمر، وتحية بكم متجددة مع انطلاقة شوطنا الحادي عشر بصباحي هذا اليوم لسن الحقائق. هذا الشوط الخاص بفئة أيضا الإبكار، انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول اللي تأتي عيدة على المركز الأول حميد بن سالم بالقوبع المنصوري من يحتل المقدمة والبداية الأولى، بينما الغدوم على المركز الثاني حاملة رقم أيضا متابعين الكرام 34 لتتقدم لهي هيلمان عبد الله بن شطيط العمري من ياتي على المركز الثاني، بينما انتقل الى المركز الثالث مغريه اللي تاتي على المركز الثالث عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع، بينما اتابع المركز الرابع القادمه في هذه اللحظات طاعه لخليفه بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي، بينما نتابع المركز الخامس اللي تتقدم في هذه اللحظات بنت رعد لمهدي بن علي بن محمد المحامض من ياتي على المرتبة الخامسة. هكذا هي النتيجة، ونداءنا أتممنا لحضراتكم للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى البداية ونعود إلى المركز الأول. من غيرت على الصدارة في هذه اللحظة؟ هيلمان، ها هي هيلمان مع البداية الأولى لعبد الله بن شطيط العمري من غير وتسلل إلى مقدمة هذا الشوط، بينما ثانيا من تأتي على المرتبة الثانية عيدة لحميد بن سالم بالقوبع أم اللي قادمة هناك من الجانب الآخر حاملة رقم 6 زوبعة القادمة لراشد بن محمد بن سيف المقعودي الفلاسي. الله الله، المركز الثالث هنا تأتي له هي عيدة حميد بن سالم بالقوبع المنصوري، واللي تتقدم طاعة خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي، بينما المركز الخامس الله 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 اللي غادمة في هذه اللحظة المتميزة والجميلة اللي تتقدم له هي أيضا مغرية، مغرية عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع. هكذا الأسماء تتواصل مع الكيلو المتر الأخير مع المنعطف الأخير. الله الله، غيرت مغرية، مغرية على المركز الأول، مغرية عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع من ياتي على المقدمة الأولى والصدارة، بينما هيلمان، هيلمان من تأتي على المرتبة الثانية لعبد الله بن شطيط العمري من يأتي، بينما هناك رهن وأول نداء لرهن صالح بن حمد بن مانع آل كليب اليامي من يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع. الله 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 الله، اللي تأتي على المركز الرابع في هذه اللحظة وتتدخل اللي هي شواهين ايضا عتيبة بن سالم بخلفان الشامسي والأربعمائة متر الأخيرة، بدأت الحركة بدأت الإثارة. الله الله العتيبة، وهنا ايضا متابعين الكرام شعار بن يميع في معركة طاحلة على شرف شوطنا الحادي عشر، ولكن شواهين السلالة الشاهنية مع الصدارة الأولى مع المركز الأول، عتيبة بن سالم بخلفان الشامسي مع الصدارة مع المركز الأول. سلام يا العين، سلام سلام يا دار الزين على هذا الأداء اللي تقدم لنا ليه هي شواهين. تهانينا العتيبة بن سالم بخلفان الشامسي على فوزه بناموس هذا الشوط. المركز الثاني أتت مغرية عيسى بن عبد الله بن يميع، بينما المركز الثالث أتت فيه لجبارة راشد بن علي بن راشد العويسي. المركز الرابع اللي أتت المركز الرابع اللي هي أيضا هيلمان لعبد الله بن شطيط العمري، والمركز الخامس فأصبح من نصيب اللي هي أيضا دفرة لعمر بن عبد الله بن مطر الاكتبي بن حاذا. هكذا هي النتيجة.